مع دعاء الاستفتاح الذي يقال قبل قراءة الفاتحة في بداية الصلاة. هناك عدة صيغ أصحها وأشهرها وأمثلها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي صلاة الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأجوز أن تقال في النهار أيضا. هناك صيغ أخر لكن ما ذكر أصح ما في الباب، والله أعلم.